أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بالطفل محمد علي حسن مكي الذي فقد بصره، واستقبل سموه وأنجال سموه الكرام سمو الشيخة شيمة بنت ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة الطفل محمد علي حسن مكي أثناء تعليم الطفل ركوب الخيل. وأعرب سموه عن تمنياته للطفل محمد علي حسن بالتوفيق، مشيرا سموه إلى أن هذا البطل فقد البصر وكسب البصيرة ولديه طموح لا حدود له، وللشرف أن أكون أحد الداعمين له. وفي نهاية الاستقبال أهدى أنجال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الطفل محمد علي حسن مكي جوادا بهذه المناسبة. وحظي استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنجال سموه الكرام للطفل محمد علي حسن انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن سموه وأنجال سموه الكرام حريصون على دعم ذوي العزيمة.